السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعدتم الخير مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يترأس اجتماعا للجنة المناقصات في ساحل المحافظة. جامعة حضرموت توقع مذكرة تفاهم مشترك مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع حقائب مدرسية على مدرسة الريان بغيبة وزير، ويسلم مولد كهربائي لمديرية ثمود. أهلا بكم. ترأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج سالمين البحسني اجتماعا للجنة المناقصات بساحل حضرموت للاطلاع على سير عمل اللجنة وتنفيذها للمهام الموكلة إليها. وقال محافظ حضرموت بأنها تقع على لجنة المناقصات مهمة كبيرة، كون المحافظة مقبلة على تنفيذ مشاريع كثيرة خلال العام الجاري والأعوام القادمة، مشددا على التزام المكاتب التنفيذية بتقديم كافة الوثائق المطلوبة في وقتها المحدد، والاهتمام بالدراسات والتنفيذ وفق المواصفات ودراسات معتمدة من اللجنة. ووجه المحافظ بمراجعة دراسات مشاريع طرق المعدي وغيل بوزير والنقعة والعيون والدائري وصيانة خور المكلا وتنفيذ المرحلة الثانية منه وترميم المدرسة الوسطى وقصر السلطان القعيطي ومجموعة من المشاريع التنموية والخدمية التي سيمولها صندوق إعادة أعمار وتنمية اليمن. وجهت السلطة المحلية بمديريات الوادي والصحراء اليوم بسرعة تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل قسم الطوارئ بمستشفى القطن العام وتوفير سيارة إسعاف جديدة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستشفى. وأكدت السلطة المحلية في لقائها اليوم بمدير عام مديرية القطن عبد اللطيف النقيب ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي على أهمية العمل المشترك من قبلها ومكتب وزارة الصحة ومساندة منظمات المجتمع المدني من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في جميع الأقسام بمستشفى القطن لخدمة أبناء المديرية والمديريات المجاورة. كما جرى التأكيد على ضرورة تشغيل الأجهزة والمعدات الطبية التي تم تزويد المستشفى بها مؤخرا في الأقسام الحديثة ليتم البحث على رفض المستشفى بأجهزة طبية جديدة أخرى تساعد على تحسين مستوى الخدمات وتلبي احتياجات الحالات المرضية التي تتردد على أقسام المستشفى. أكدت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اهتمامها لتقديم الدعم اللازم للأجهزة الإعلامية الرسمية لتمكين القائمين عليها في أداء رسالتهم بموجب السياسة الإعلامية للدولة. ودعت خلال لقائها اليوم بكل من مدير عام مكتب الإعلام بالوادي والصحراء ومدير عام مكتب وكالة الأنباء اليمنية سبا بسيئون ومدير عام إذاعة سيئون المحلية التي توجهها لإنشاء مجمع إعلامي يضم كافة الأجهزة الإعلامية العاملة في الوادي والصحراء لمساعدة الإعلاميين كافة من الحصول على المعلومة الصحيحة عن مجمل الأحداث والأنشطة التي تشهدها مناطق وادي حضرموت بكل سهولة ويسر. وجرى في اللقاء تكليف مدير عام إذاعة سيئون بمتابعة أحد مكاتب التخطيط لإعداد دراسة فنية متكاملة لإنشاء مبنى المجمع الإعلامي. كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية فصلية بين قيادات تلك الأجهزة لتدارس تنفيذ خططها وبرامجها سنوية وكيفية معالجة الإشكاليات التي تبرز أثناء أداء عملهم اليومية. أصدرت اللجنة النفطية بمحافظة حضرموت إيضاح بشأن ما جاء في خطاب محافظ محافظة شبوة عن عرقلة دخول شحنة البترول التابعة للتاجر عبد الله البسيري من قبل مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت. وشملت الإيضاحات عدد من النقاط التفسير للاتهامات التي وجهت لشركة النفط بساحل حضرموت،
وأشارت الشركة أنها تبذل كل ما بوسعها لخلق استقرار تمويني على مستوى محافظة حضرموت وساحلها وواديها ومحافظة شبوة، لافتة أنها وضعت آلية عمل لخدمة تموين الفرع بآلية موحدة من حيث السعر والكميات لكل فرع، انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية التي حددتها الشركة وأنظمتها وقوانينها، وتعمل بهذه السياسة منذ أكثر من شهر، وحققت الاستقرار التمويني وانخفاض الأسعار. كما أكدت اللجنة النفطية أن قيادة شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت تنظر لكافة مواطني محافظتي حضرموت وشبوة بمعيار واحد، وأنها على استعداد دائم لمعالجة أي إشكاليات تموينية لمحافظة شبوة لضمان استقرار حالة التموين فيها. وقد تم إلزام التجار الموردين بتموين محافظة شبوة أسوة بمحافظة حضرموت. جرى برئاسة جامعة حضرموت اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم مشترك بين الجامعة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وتتضمن مذكرة التفاهم انضمام جامعة حضرموت إلى الحلف العلمي الأكاديمي لمكافحة الفساد بين الجامعات الحكومية والأهلية، بما يعزز الشراكة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تبني الجامعة برامج إدماج مفاهيم شفافية ومكافحة الفساد في المقررات الجامعية من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة لتلك المفاهيم المطلوب إدماجها. وكذا قيام جامعة حضرموت بتنظيم محاضرات توعوية مخاطر الفساد والتعريب بمفاهيم شفافية والنزاهة والحكم الرشيد، وتوجيه الجامعة ببعض الرسائل العلمية لمشاريع تخرج الطلاب في بعض التخصصات ذات الصلة من أجل البحث بقضايا النزاهة والشفافية وعمل دراسات بحثية وعلمية عن ظاهرة الفساد وسبل مكافحتها. هذه المذكرة هي المذكرة الثانية، حيث وقعت المذكرة الأولى في نوفمبر 2014. مذكرة التفاهم تعني أن يقوم كل من جامعة حضرموت والهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد بعمل مشترك من أجل مكافحة الفساد من خلال كل بحسب الوظيفة التي يؤديها والرسالة التي يؤديها نحو الدولة والمجتمع. هدفنا مشترك مع الجامعة في إنشاء الحلف الأكاديمي، ويتركز في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومبادئ المحاسبة والمراقبة وحوكمة الحياة الجامعية من خلال إدخال هذه المبادئ في المناهج الدراسية، ومن خلال دعم الباحث والدراسات العلمية في أنها تتجه نحو مكافحة الفساد. نحن نلاحظ قلة الدراسات وقلة البحوث الأكاديمية، لكن هذا الحلف سيكون مشجع وحافز للطلاب أنهم يتوجهوا نحو هذه الدراسات. قام وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون بزيارة تفقدية لمركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلة. واطلع الوكيل عبدون خلال الزيارة على سير العملية التربوية والتعليمية للصفوف الدراسية بالمركز والتجهيزات الجارية لقاعة الأنشطة والاحتفالات. وأشار الوكيل عبدون خلال لقائه بالموظفين بأهمية تضافر الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية، حاثا المعلمين والمعلمات ببذل المزيد من العطاء لتعاملهم مع ذوي الاحتياجات الخاصة. وأبدى الوكيل عبدون استعداد مكتب التربية بتوفير جميع متطلبات المركز من كتب وأدوات مدرسية وبنية تحتية. من جانبه أعرب مدير مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين الأستاذ سعيد باثقيلة عن شكره لمكتب التربية والتعليم لجهودهم المستمرة ودعمهم الدائم للمركز. عقد بمدينة المكلا الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حضرموت، والذي خصص لمناقشة الآليات والقرارات المتعلقة بإدارة الصندوق إلى جانب عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله.
وخلص الاجتماع إلى تقسيم مدينة المكلا إلى عدة مناطق لعرضها على المقاولين، ورفع تصور بشروط مرجعية للمناقصات فيما يتعلق بتلك المناطق، تأكيدا على إفساح المجال القطاع الخاص للمشاركة في المجال المتعلق بالنظافة وحماية البيئة. وكذا وضع عدد من الآليات لتنظيم صرف مواقع التحسين على أن يقوم الصندوق بإبرام العقود وتعميدها من قبل السلطة المحلية، وإيقاف أي صرف لحين الانتهاء من إعدادها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة، وبحث اجتماع مجلس إدارة الصندوق. إلى ذلك أقر الاجتماع عدد من الآليات لتحسين الوضع المالي والإرادي وتوريد المديونيات المستحقة للصندوق لدى الجهات الأخرى. ناقش اجتماع تنسيق الجهود بين قيادة الأجهزة الأمنية ومكتب وزارة السياحة بوادي وصحراء حضرموت لعملية الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية والفنادق بسيئونة. وأكد الاجتماع الموسع على ضرورة عمل آلية جديدة لتنظيم وضبط النشاط السياحي في الفنادق، مشددا على ضرورة تقيد الفنادق بالإجراءات المتبعة خاصة بالنزلاء ومحاسبة المخالفين وتجاوز كافة الأشكال السلبية خلال الفترة الماضية التي أحدثت بعض الممارسات المؤثرة ضررا على النشاط السياحي والفندقية. وأوضح مدير عام الأمن بالوادي والصحراء أن قيادة الأمن تعول على مساهمة كافة أفراد المجتمع في مساندة الوحدات الأمنية المتخصصة لتعزيز الأمن والاستقرار. من جانبه أكد مدير عام السياحة بالوادي على اهتمام المكتب بعمل المنشآت السياحية وتسهيل عملها وتعزيز دورها والترويج لها بما يتناسب مع حجم النشاط السياحي الذي تشهده مدن الوادي خلال الفترة الراهنة. دشن مدير عام مديرية القطن الأستاذ عبد اللطيف النقي بمعية المهندس عمر سليم مدير عام صندوق النظافة والتحسين العمل في مشروع إعادة تأهيل وتحسين وتزيين وتشجير شوارع مدينة القطن. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إعادة تأهيل وتحسين وتبليط وتعشيب وتشجير الجزر، فيما تشمل المرحلة الثانية إعادة تأهيل وتحسين بعض المثلثات وبناء المجسمات الجمالية فيها. وشدد مدير عام القطن على أهمية تنفيذ مشروع تحسين شوارع القطن حسب الخطط والدراسات المعدة لإظهار المدينة بصورة جمالية كونها ممر يربط عدد المحافظات وطريق دولي. دشنت مؤسسة وادي العين للتنمية الاجتماعية صباح اليوم مشروع دبلوم المعلمات التخصصي وينفذه ميدانيا المعهد العالي للتدريب وتأهيل المعلمين بسيئون. ويهدف المشروع الذي ينفذ على مدى 4 فصول دراسية بمعدل 1812 ساعة إلى تخريج وتأهيل 64 طالبة من خريجات التعليم الثانوي بالمديرية للحصول على دبلوم بعد الثانوية العامة في تخصص معلم صف رياضيات وعلوم لتغطية نقص المعلمات تدريجيا في مدارس البنا بمديرية وادي العين وحورة، إضافة إلى تأنيث الطاقم التدريسي في مدارس البنات لضمان مواصلة الطالبات تعليمها الأساسي والثانوية. دشن بأكاديمية أثر للتدريب والتأهيل بمديرية غيل باوزير فعاليات برنامج التفوق الحياتي الثاني الذي ينفذه صندوق تنمية المهارات بحضرموت بالشراكة مع مؤسسة أثر التنموية برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت. وفي حفل التدشين أكد المدير العام لمديرية مدينة غيل باوزير الدكتور عدنان حمران على أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية التي تقيمها مؤسسة أثر رغم حداثة تأسيسها لتدريب وتأهيل أبناء المديرية في مختلف المجالات التنموية. ويعد البرنامج الأول من نوعه في محافظة حضرموت ويستمر على مدى أسبوع، ويتلقى خلاله المشاركون بالبرنامج عدد من المهارات الحياتية لاكتسابهم الخبرات والمعارف والمعلومات الأساسية التي تساعدهم في النجاح والتفوق الذاتي وتسهم في توفير فرص عمل من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حقائب مدرسية على طلاب وطالبات مدرسة الريان بغير بوازير بحضرموت، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة على الصعيد المجتمعي. وشملت على التوزيع 247 حقيبة مدرسية، وذلك للتخفيف عن معاناة الطلاب مما سيسهم في تخفيف العبء عن الأهالي وتحفيز الطلاب لتحقيق مراتب متقدمة في التحصيل العلمي. وتأتي عملية التوزيع ضمن مبادرات وحملات مستمرة لدعم التعليم. وأشاد مدير مدرسة الريان للتعليم الأساسي بالجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومساهمتها في دعم المشاريع التربوية بحضرموت، مؤكدين حرصهم على تذليل كافة الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتحسين الوضع والبيئة المدرسية، حيث أن هذا المشروع الخيري يخدم الطلاب وذويهم. وفي سياق آخر، سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مولدا كهربائيا إلى مديرية ثمود في صحراء حضرموت دعما لقطاع الطاقة وحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن أهالي المديرية، وذلك استمرارا لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في إعادة تأهيل البنية التحتية ومنها الطاقة. ووجه مدير عام مديرية ثمود جزيل الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمهم لأبناء المديرية وتوفير المولد الكهربائي بهدف تحسين الخدمات العامة ومنها خدمة الكهرباء في المحافظة. من جهته، ثمن مدير عام كهرباء مديرية ثمود المهندس يحيى علي جهود الهيئة ودعمها الإنساني لأهالي مديرية ثمود ومحافظة حضرموت من خلال البرامج والمشاريع التنموية والأعمال الخيرية وتوزيع معونات غذائية وتحسين خدمات المياه والكهرباء لتخفيف المعاناة عن المواطنين من الذين كانوا يواجهون صعوبات جراء انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة. أكد نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب دكتور سالم العبثاني حرص قيادة الجامعة على تفعيل الأنشطة الرياضية بين الجامعة ومكتب الشباب والرياضة والأطر التابعة له تنفيذا للشراكة الموقعة بين الطرفين. وأثنى الدكتور العبثاني خلال لقائه اليوم بمكتبه بالمدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة حسن مسجدي على ما تم من أنشطة وبطولات وفعاليات رياضية خلال العام المنصرم، ومشاركة منتخب جامعة حضرموت في البطولة العربية للجامعات التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة ومثلت فيها الجامعة الجامعات اليمنية. من جانبه، أشار مدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت إلى أن العلاقة المتميزة والشراكة بين الجامعة والاتحادات الرياضية للألعاب ساهمت بشكل كبير في حجم النشاط المعتمل خلال العام الفائت هذا، وتم الاتفاق بنهاية اللقاء على إقامة نشاط مستمر لطالبات كليات الجامعة طوال العام الجامعي بالتنسيق بين الاتحاد وإدارة النشاط بالجامعة وبحسب اتفاقية الشراكة بين المكتب والجامعة. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يترأس اجتماعا للجنة المناقصات بساحل المحافظة. جامعة حضرموت توقع مذكرة تفاهم مشترك مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع حقائب مدرسية على مدرسة الريان بغير بوازير ويسلم مولد كهربائي لمديرية ثمود. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.